تأجيل محاكمة ثلاثي نادي الزمالك ليوم 29 الجاري. طبعا في البداية ربنا يا رب يفك كربهم ويفك أسرهم ويرجعوا لمصر بالسلامة، بس الفكرة كلها هنا إن في بعض من الزملكاوية شايفين إن الأهلاوية شمتانين، ودي حاجة مش حقيقية. إحنا بنستعرض مواقف معينة كانت فيها حاجات مشابهة لكده، والزملكاوية كلهم كانوا شمتانين في لعيبة الأهلي. مبدئيا الواقعة بتاعت امام عاشور مع فرد الامن اللي كان بيدافع فيها عن شرفه وعرضه وبيدافع عن الاساءة لمراته، الناس كلها كانت بتتمنى ازاي يضرب فرد امن غلبان، لا ده لازم يتحبس. حاجة تانية، الكل دلوقتي بقى بيتكلم اصل كهربا ده اتعلم الانضباط، ده اتعلم مش عارف ايه، وفرحوا فيه وشمتوا فيه لما النادي الاهلي عرضه للبيع والنادي الاهلي غرمه مليون جنيه والنادي الاهلي رجعه من معسكر الامارات. تالت حاجه ودي الاهم، الناس كلها وقفت مع محمد الشيبي تمام، وقال لك اصل هو حسين الشحات لما ضربه لازم يجي حقه مش لازم، مع ان الكلام ده كان شد في الملعب عادي خالص، وكلنا عرفنا ان حسين الشحات طلع واعتذر مره واثنين وثلاثه، وان الراجل قال ان محمد الشيبي تطاول عليه وشتمه وجاب سيره اهل بيته، عشان الزملكاويه دلوقتي بيطلعوا يتكلموا وسب الدين ومش سب الدين. اولا سب الدين دي حاجه بينه وبين ربه. السنه اللي قبل اللي فاتت مشجع زملكاوي راح لبعثة النادي الاهلي في الوداد المغربي وقال انا جاي اشجع الوداد المغربي، وانتوا كان رافع علم الزمالك وقدام اللعيبه وقدام سيد عبد الحفيظ وقدام رياكشن اللعيبه كلهم زي ما حضرتك شايف كده، كان كله ضحك. وده اعترف ان هو مشجع زملكاوي جاي يساند نادي الوداد المغربي قدام الاهلي، اصل الاهلي ساعتها ما كانش مصري ومحدش طلع، ده بالعكس الناس الزملكاويه طلعوا وحفلوا وانت راجل وانت 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 والكلام ده كله. من كام سنة بالظبط حصل لواحد أخ لينا مصري في الكويت، قام مواطن كويتي بالاعتداء عليه بالضرب، الدنيا قامت عندنا لما شفنا الفيديو، مش عارف المواطن كان اسمه وليد حاجة زي كده، في السوبر ماركت، وكلنا طالبنا إن الراجل ده لازم يتجيب له حقه وإن الراجل ده لازم يتدفع له تعويض الإهانة ولازم كل الكلام ده فعلا، وفعلا قامت السلطات الكويتية بالتحقيق مع المواطن الكويتي تمام ودفع تعويض للراجل، والمواطن اللي اسمه وليد خد حقه. كون إن أنت تطلع بقى تقول دلوقتي اصل الاماراتيين مش عارف ايه، شعب الامارات يحبس ولادنا، ده دي كانت خناقه كانت مش عارف ايه. هل انت لو لعيبه العين الاماراتي جم يوم الاهلي هنا يوم 29 الجاري برضه وقال له ادبهم تمام على حد اي اصغر مشجع، اصغر مشجع موجود، اصغر فرد امن موجود، انت هتطالب بايه؟ انت كمصري عموما بقى هتطالب بايه؟ هتطالب ان الراجل ده يجي له كرامته، مش هتقول بقى للضيوف عندنا ومعلش ايه يا جماعه في ايه؟ يا بخت المنظر وخفف، ما اروحش اضرب الناس في بيوتها واضرب الناس على ارضهم واقول معلش والله اصل صوره مهينه لمصر، احنا اللي خلينا صوره مصر مهينه من الاول.